بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المنشط حسن علامي. أولا نطلب من الله سبحانه وتعالى يسلم صحة الجميع إن شاء الله من هيدا المرض الكورونا اللي هو منتشر من هيدا العدوى والفيروس المنتشر بكل أنحاء العالم. أنا حبيت بعد اللي شفته مبارح بنهر حبوش وبنهر بوادي الحجار وبعدة مناطق حتى على التلج، يا جماعة يا أهلنا الأعزاء الموضوع منه سهل. نحن عم نستهتر بهيدا الموضوع لكن هو منه سهل. واحد بيأذي 500,000 واحد، عم نشوف بكل أنحاء العالم الدول المتحضرة اللي جاهزة من أي شيء من هيدا الموضوع بتلاقيهم كلهم بالحجر الصحي، كلهم عم يحتموا، كلهم ما عم يلتقوا كرمال هيدا المرض. عنا بالعكس الشمس طالعة، يلا على البرية اتكلوا على الله، كلنا بنطلع نجتمع. اللي شفناه امبارح بوادي الحجار عن جد شيء مؤسف. أهلنا الأعزاء بوادي الحجار، أهلنا البجنون، الله يوفقكم، الله يخليكم، انتبهوا على صحتكم، ما نظهر، لأنه نحن كلنا معرضين للخطر، كلنا معرضين للعدوى، كلنا معرضين لهيدا الفيروس. الله يسلمكم، الله سبحانه وتعالى ما يصيب حدا فيكم مكروه. أنا حبيت بس أطلع كرمال هيدا الموضوع من خوفي عليكم، من خوفي على حالي. وحتى موضوع السلام إذا فينا نسلم هيك مش غلط، إذا فينا نسلم هيك مش غلط. ما حدا، أنا مش زعلان شخصيا، مش زعلان من حدا ما يسلم علي. صحتنا قبل كل شيء. تحيات للمنشط حسن علامي. تحياتنا لك حسن.